هكذا حولت ميليشيات الحوثي الحياة اليومية للمواطنين إلى خوف وموت وجراح وقلق. تنهال القذائف على منازل السكان ورؤوس المدنيين بشكل يومي، وتحت أقدامهم تنفجر ألغام الميليشيات في طرقات النزوح. اللي وتحنا الهاون الأصار السعربة، وحنا جلوس محسين اللي بتك الحالة فلا تنفوقنا، وصدني الهاون في يدي وبتكهالي وبتكلي القفا كله. المواطنة أمون إبراهيم يحيى استهدفت ميليشيات الحوثي منزلها الكائن في منطقة الجبلية، تستذكر مشهد زوجها وأبنائها الغارقين في الجراح والدماء والأشلاء. نزحت أمون مع مأساتها إلى الحيمة الساحلية لتحط مواجعها في منزل من خرق تسندها عواد الحطب. يحكي زوجها مرارة الرعب والنزوح. لما أتحنا وقل الله كفاك الهول، ضربحنا وضرب زوجتي، كسرها يدها وكسرها فخذها، وضربنا في رجلي وضرب ولدي وبنتي في ظهرها، وكسرنا كل حالتنا وكل من نملك. بالي من الصباح حتينا وإحنا في حال في رعب. رعب يومي زرعته ميليشيات الحوثي في أرجاء تهامة، طال الصغار والكبار، النساء والأطفال. فالطفل عبد الله أحمد مهيم يحكي كيف خرج مع شقيقه بدر يلعب في ساحل الحيمة بالتحيتة، فالألغام التي زرعتها الميليشيات اختطفت فرح وابتسامة الشقيقان. عاد عبد الله مبتور الأطراف بعين واحدة، يحكي قصته بلهجة تهامية تقطر وجعا. هي الأسر سام البحر قرب الله، أنا هي خيمات وأنا راهن عليا الدكتور أمر رجلين فوالده الذي يقتات الألم والحزن يحشرق صدره بأسئلة الموت، يروي كيف انطفأت روح بدر وهو ينادي باسم أمه، عاد إليها جسدا بلا روح. خرجوا أخوه من البيت للأبو، وإذا الخبر أتانا إنه تفجروا لهم، فخرج تجري لقيت واحد ميت وواحد مقطع، والآن ما ذنبه والأطفال ما ذنبهم في هذه الألغام. يصمت المجتمع الدولي إزاء الجرائم التي ترتكبها ميليشيات الحوثي الإرهابية. تتسع دوائر الانتهاكات اليومية، توغل الميليشيات في القتل والدمار. لك الله يا تهامة، فضمائر كل الجهات معطوبة إزاء مأساة الإنسان في الحديدة. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، محافظة الحديدة.